فعلا انا ما كنتش ما تنبغيش نحضر لهذا الشيء المسائل انا جيتي تعس في نفس شويه، ولكن عيطوا لي الدار كان وقع شي مشكل المره ديالي وكنت خصني نبدا نجي. الحمد لله الحمد لله والحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال. يا اخي هذاك الشيء والحمد لله، ولكن كاينين الناس نزهاء متمرسين عندهم خبره كافيه باش يعرف الانسان واش يكذب ولا ما تكذبش. حنا ما عندناش هادشي وتيبان لك انسان حافظ اللي ما حافظش. ربما هو واحد ما دارش المدرسه راه حنا ما تيعرفش ان راه استاذ وقفت حداه تيعرف لك واش حافظ ولا فاهم. ملقن 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 الدري مشحون ومره مره تي نعل الله الفقر. هادي انا حاجه واحده نقول لك شو يا اخي شو يا اخي، انا نعطيك انا واحد العهد مني وامام الله وقدام هذا الشهر المبارك حنا مشرفين على شهر رمضان، والله كنت صحابني هذاك السيد ماشي هو اللي داير والله ما نتابعه، ولكن كما تيقول لك الاخر هذاك اللي حشومه نقول حشومه قاعد تقول حشومه. كنا تنحسبوك من الاخير صحابك وكنا تنساندوك، وكما قلتي انت اللي كذب مره ولا كذب 10، وحنا كنا تنساندوك وتنتابعوا لك القضيه ديالك، ولكن عرفناك انك انت كذب كنت كذب علينا. انا بقى في الحال انك تنصنط لي شي حوايج ضيعت معاه الوقت. حشومه عيب اللي تقول لي انا مشيت تواصلت بغيت الفلوس، كبغيت الفلوس انا ما وصلتش معاك لهذه المساله هذه. وانت عارف انهم اش عرضوا علينا، ماشي مره ماشي 10 ماشي 15 ماشي 20، الا قبلتي انت وبغيتي تبدل الضمير ديالك وبغيتي شغل لك هذاك، ولكن ما تخليه. واش واش غتقول قدام قدام الله اش تقول قدام ولدك ملي غادي يكبر وغادي يقرا على هذا الشيء اش تقول ليه؟ لان الشعب كامل تيقول لك انه سيد ولد خالته معاه راه شافوه صايق راه ماشي راه الناس راه كانوا مع ولاد راه السيكوزان كانوا معاه، على حنا كنا ما عرفناش انه هو اللي صايق. انا والله ما نتابعو، علاش غنتابعو؟ تابعو باش انا واحد قتل لي ولدي واحد غنمشي نتخلص من عنده. راه شنو قلت لك انا؟ التناقضات جمه خلاوها هادو بس شو ما ولكن يكيدون كيدوا اكيدوا كيدوا والله خير الماكرين، راه يوم كورونا والله خير الماكرين. انا اخذك القضيه ديال انه كيسوق بدون رخصه. ما تيسوقش هو عرفوا دابا هما مقرينو هو ما عندوش رخصه، علاش هما ثلاثه عندهم رخصه وغادي نعطوك انت اللي غادي تسوقي بينا وكون قلبها. احنا ما فكرناش ان ديك الساعه كون قلبها. كل غالي في الامر تيقول لهم ما عندوش رخصه، ولكن غالي في الامر كيفاش ما عندكش رخصه غتسوق اوتوماتيك. اوتوماتيك وثلاثه اخرين عندهم 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 حنا تنسوقوا قاعد نقول 20 عام واقف تنسوقوا اوتوماتيك. وقت تجي غتنقص باش تسوق اوتوماتيك. وسكران والله مخدرات. هو تيبغي يستغفر كل شيء، يبغي خلاها ديك يبغي يستحمر كل شيء. رب يشوفك بالعشاء رمضان. يا اخي ما تفكرنيش في هذيك الله يجزيك بخير. نهار رمضان عمرني ما عارفينك واقف غير بالزز الفرحه الله يرحمه كان صديق ديالكم رمضان. رمضان دابا كنت تنفرح غير يجي دابا انا باقي ما عرفتش راسي كيفاش غادي ندوز هذا رمضان بزاف ما عرفناش حتى انا حنا الدار كاع مرونه ولكن الحمد لله لا اعتراض على القضاء. احنا راضيين باعتراض لا ولكن خصو ياخذ الجزاء ديالو. احنا راضيين بكل لا اقصى العقوبات. انا ما نسمعوش دم ولدي ما يمشيش هضر ما يمشيش هضر وباش يقدموا واحد كبش في داء ذاك راه شنو رسالتك للامهات او الاباء اللي كي وحده ولادهم كيبيعوا المبلغ الله يهدي ما خلق حاجه واحد نقول لهم نقول لهم راه اليوم دنيا غدا اخرى وكاين الحق فوق منا راه كاين الله سبحانه وتعالى راه كاين الله سبحانه وتعالى هادشي اللي غنقول لهم انا حسبي الله ونعم الوكيل الله سبحانه فوق منا ربي سبحانه وتعالى راه لا تخفى عليه خافيه.